بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين، هلو and welcome to the new lesson with me أبو ريان. أهلين، اليوم إن شاء الله راح نقرأ درس حلو مرة ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله درسنا اليوم في سوبر ماركت كمان إن شاء الله. إيش نشتري اليوم ماما؟ نبي نشتري أشياء كثيرة حق الأسبوع. نحتاج عربية، ما نقدر نشيل الأشياء كلها. حنان تعبانة، وش نشتري لها؟ نشتري لها همبرجر، هي تحب همبرجر. إيش نشتري اليوم ماما؟ نبي نشتري أشياء كثيرة حق الأسبوع. نحتاج عربية، ما نقدر نشيل الأشياء كلها. حنان تعبانة، وش نشتري لها؟ نشتري لها همبرجر، هي تحب همبرجر. What are we buying today, Mom? إيش نشتري اليوم ماما؟ We need to buy a lot of things for the whole week. نبي نشتري أشياء كثيرة حق الأسبوع. We need a trolley. We can't carry all this. نحتاج عربية، ما نقدر نشيل الأشياء كلها. حنان is sick. حنان تعبانة. What should we get for her? وش نشتري لها؟ Let's get a hamburger for her. خلينا نشتري لها الهمبرجر. She likes hamburger. هي تحب همبرجر.